بعد خسارتهم لمساحة شاسعة من الأراضي غربي وجنوبي الموصل، وصل مسلحو داعش نقل المئات من أهالي حمام العليل الذين اختطفوا إلى جهات مجهولة. يأتي هذا في وقت تقلصت فيه المسافة بين قطعات الجيش وبين التنظيم المتطرف إلى أقل من 1 كيلومتر في بعض المحاور، حيث تقدر القيادات الميدانية المسافة بين ناحية حمام العليل وبين مركز الموصل التي اقتيد إليها المختطفون لاستخدامهم لاحقا كدروع بشرية بأنها لا تتجاوز النصف ساعة. وتحاول داعش استباق وصول فصائل المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي إلى غرب الموصل حتى دخولها قضاءة اللعفر، وهي البلدة الاستراتيجية التي تحاول فصائل المقاومة الإسلامية الوصول إليها لقطع طريق إمدادات المسلحين عبر سوريا. بموازاة ذلك تمكن الحشد الشعبي من تحرير عدة قرى هي فرفرة وإمام حمزة وأم سيجان وخبيرات وأم العظام والصياد وبحجيرة، وإحكام سيطرته عليها بعد تنظيفها من العبوات الناسفة التي خلفها المسلحون. وكانت الجماعات المسلحة قد اختطفت في وقت سابق نحو 10,000 عائلة من 24 قرية تابعة لناحية الشورى قبل تحريرها، وقريتين تابعتين للقيارة قبل عدة أيام، خشية قيامهم بالخروج من تلك المناطق والتوجه نحو القوات الأمنية والحشد الشعبي للخلاص من بطش المسلحين. فيما نقلت المصادر شهادات عن سكان القرى الذين نجوا من الاختطاف قولهم بأن داعش أخذ المرضى وحتى فاقدي البصر، كما فرق الأطفال عن أمهاتهم واختلطت العوائل، وتحدثت عن استخدام مسلحي التنظيم لجرافات وشاحنات وباصات كبيرة لنقلهم تحت تهديد السلاح. واقتاد المسلحون بحسب شهادات الناجين من الأهالي المختطفين إلى ناحية حمام العليل الذي تحاصره القوات الأمنية، ثم تم نقل المختطفين إلى الساحل الأيمن لمدينة الموصل بهدف استخدامهم كدروع بشرية.